قلتلكم مش انا. هو انتوا ما وراكوش حد غيري تقعدوا تقولوا له كده؟ يا عاصي يا عاصي يا حبيبي، ما حدش قال لك اي حاجه، احنا بنحكي بس. وعايزك تبقى عارف اني لو في اي حاجه عايز تقولها ما حدش هيعمل لك حاجه. انا ما حدش يقدر يعمل معايا حاجه اصلا، انا مش عيل صغير ولا ضعيف عشان تقول لي كده. لا انا راجل وعارف انا بعمل ايه كويس قوي. عاصي احنا عارفين ان انت راجل، مفيش اي حد يمر باللي انت مريت بيه ويفضل متماسك الا اكيد يكون راجل. والرجاله تزعل وتغضب وتغلط، ده كله عادي. عشان كده احنا الاثنين اكتر اثنين بنحس بيك، لان احنا رجاله زي بعض. انتوا مش حاسين بيا؟ انا محدش حاسس بيا، محدش عارف انا عايش ازاي ولا بعمل ايه. سيبوني في حالي. عاصي عاصي سيبه سيبه، قلت لك مش هو. على فكره انا مش مصدق اي حاجه هو بيقولها. انت ليه مقتنع ان حد من الاولاد عمل كده؟ مستحيل يكون حد من الاولاد عمل كده. وانت جايب الثقه دي منين؟ انا عايز افهم. انا عايز اتكلم معاك في حاجه مهمه. ايه في ايه مالك؟ لقيت حاجات غريبه قوي في الاوضه، زلط كده مكون فوق بعضه في الاوضه جنب السرير بتاعي. انا زي ما بقول لك هو عاصي، الواد ده كذاب وهو اللي بيشتغلنا كلنا مش هو. انا لقيت عندي في الاوضه نفس الموضوع، بس انا ما حبيتش اتكلم وهقول عشان ما ازودش التوتر. مش ممكن. انا عايز افهم حاجه، انتوا عمالين تزودوا على بعض، هو اشمعنى انتوا الاثنين اللي تطلع لكم حاجات في الاوض والباقي كله مفيش اي حاجه؟ مش عارف. ايه مش عارف، بس مستحيل يكون حد دخل الاوضه. انا نومي خفيف جدا، لو حد كان دخل الاوضه كنت اكيد هحس بيه. انا بصراحه ابتديت اخاف، انا من ساعه ما جيت المكان ده وانا مش مرتاحه ومش مطمنه، بس مش لدرجه ان انا ادخل اوضه الاقي حاجات غريبه جنب السرير. واشمعنى انا وليه؟ طيب اهدي بس، اهدي اهدي، وبكره هنعرف كل حاجه بالتفصيل. هو انت كل شويه هتصورني؟ امال لما نروح الخيمه هتعمل ايه؟ هو احنا هنعمل ايه في الخيمه؟ هنلعب، هنلعب تنس، نلعب طاوله، نركب خيل، نعمل اي حاجه، المهم ان احنا نلعب. هو الاوتوبيس هيجي امتى؟ مش عارف، بس بيدر ومجدي جايين اهم. صباح الخير. صباح النور. يلا بينا يا جماعه. يلا يا رجاله، يلا يا اولاد. مبدئيا بس عايز اقول لكم على حاجه، هو بيدر جايب عربيه ثانيه هنحط فيها الشنط والحاجات اللي هنحتاجها هناك كلها، فيعني انا هركب معاه عشان افضل لكم الاوتوبيس. تعالى بس تعالى بس، احنا كلنا كده هنمشي مع بعض. هنمشي مع بعض فين؟ ايوه مفيش. ما انا بقول مفيش مفيش اتوبيس، العربيه دي عشان الشنط بتاعتنا. يلا يا اولاد يلا يا جماعه. هنروح ازاي جماعة؟ طيب يلا يا اولاد يلا يا اولاد. نروح ازاي؟ تعالوا دي يا اولاد، شنطه مين البنفسجي؟ ماشي هنروح ماشي. هاتوا كل شنطكم معاكم. يلا يلا بتاعت مين الشنطه دي؟ بروتين حتى يا جماعه، بتعملوا ايه؟ طيب هاتوا الشنطه دي معاكم. ها 2 كيلو ماشي. انا بالكروكس والجينز يا دكتور. هات الشنطه معاك. كلكم لابسين وعارفين وانا اللي اتصوحت. يلا يلا خليني اشيل لك الشنطه بتاعتك. يلا اتفضلوا اتفضلوا. يلا معلش يلا بيدر. رتب هنا، سيب لي هنا. حاضر. اهلا اهلا، مبسوطين؟ اه. حلو المكان مش كده؟ اه تحفه. شوفوا انا جايبه لكم ايه معايا، جايبه لكم حاجات مهمه قوي. دي زي بتاع الدكتور الخير. ايوه ايوه، انا كمان ميس لارا لازم يكون معاها حاجات ثانيه كتير. حلو قوي. يلا انجوي، اي لاف يو. باي باي.
القمر ده قاعد لوحده ليه؟ بقول لك ايه؟ اوعى تكون زعلان من كلامه. عادي، انا متعود على كده. ده كلام. انا معجبه على فكره بيك جدا وبشخصيتك. انت شطور وذكي وشخصيتك قويه. قول لي بقى، هي ماما مسافره من فتره كبيره؟ بعد ما اتطلقوا على طول. انت زعلان ان هم اتطلقوا؟ اكيد. بس هم اكيد اخذوا قرار بعد ما درسوا كويس. درسوا عليهم هم من غير ما يشوفونا. لا يا حبيبي، اكيد شايفينك واكيد بيحبوك قوي، بس ممكن يكونوا بيعبروا عن ده بطريقه غلط. ايه، كنت بدور عليك ما لقيتكش قاعد معاهم. ليه مش قاعد معاهم؟ مش عايز اقعد معاهم، انا عايز اقعد لوحدي. اقعد معاك؟ اتفضل. انت بتشوف عوالم تانية؟ مش فاهم قصدك. يعني تقدر تشوف أرواح ناس ماتت؟ لا، أنا بحس بالأماكن والناس، ممكن أشوف حياة، بس لما بروح للعالم التاني زي ما بروح. تقدر تختار اللي تشوفه؟ لا، أنا بحدد المكان وبس. انت برضو مش عايز تحكي لي حكايتك. اعتبريني مريت بتجربة روحانية عالية خلتني مختلف شوية. مش حابب تحكي، يبقى احكي لك انا. كل حاجة ابتدت معايا وانا لسه صغيرة، وعمري ما عرفت هشوف ايه ولا امتى هشوفه لحد ما حصلت جريمة القتل.